تابعين عم تابعين شبكة تونس الإخبارية في هذه الأثناء، تندلع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة تورمصعية. هذه المواجهات بدأت عندما نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي أيضا بلدة تورمصعية والقرى المجاورة من بلدة المغير وأيضا أبو فلاح، جاءوا لهذه البلدة لإزالة البؤرة الاستيطانية الجديدة التي قام المستوطنون بوضعها في هذا المكان. قوات الاحتلال إذن استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز وأيضا قامت برصف حمزة شوي ايمان غاز